ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين. تعالوا نعمل مع بعض النهاردة القنديل بإليوس أفندي. طريقته سهلة جدا، كل سنة وانتم طيبين. تابعوا معايا الفيديو. معايا استفندية، هبتدي ان انا اجيب سكينة وابتدي ان انا افتحها كده بالعرض اهو زي ما انتم شايفين. تمام، هبتدي ان انا اشيل الجزء اللي من فوق دون اهو، وهبتدي بقى ان انا افرغها كده بالراحة واطلع الاستفندي من جوه من غير ما اقطع الجزء الخارجي دون. تمام، هبتدي ان انا اسلكها كده بالراحة من غير ما اقطعها او ابوظها، وهبتدي ان انا اطلع الاستفندي منها. هجيب معلقة كده اهو وهبتدي ان انا يعني اسلكها بحيث تبقى سهل معايا ان الاستفندي يطلع. نجيب طبق وننزل فيه الاستفندي زي ما انتم شايفين كده. يبقى احنا شلنا الجزء اللي من فوق وبالمعلقة سلكنا الجناب وطلعنا اليستفندي اهو. خلاص كده هاخد ده كده على جنب. هبتدي ان انا اجيب خلة اسنان وابتدي ان انا اعمل لها خرم كده من الجنب وقصاده الناحية التانية خرم كده علشان نعمل فيه الفتلة بتاعتنا اللي احنا هنربطها فيها. هبتدي اجيب الخيط بتاع المنجد والخرم اللي انا كنت عملته بخلة الاسنان، وهبتدي ان انا ازق الخيط بتاعي كده من الجنب ده، وهبتدي ان انا اربط الفتلة بتاعتي. نفس الكلام عملته في الفتحة التانية، زقيت الخيط في الخرم اللي احنا عملناه بالخلة، وبرضو كمان هبتدي ان انا اربط الجنب التاني. وادي الاستفندي بتاعي بعد ما فضيته وربطت من الجنبين الخيط بتاع المنجم. هبتدي بقى ان انا احط فيه الشمع اللي هو الفواح دون اهو كده، هثبتها كويس وابتدي ان انا اجيب الكبريت واولعه. ادي الكبريت ونبتدي ان احنا نولع الشمعة بتاعتنا. ايه رأيكم بقى في القنديل بتاعنا؟ خطير. أتمنى تكون الفكرة عجبتكم وتنفذوها. كل سنة وانتم طيبين.